من المسائل المهمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح مسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن، ذكر منها الاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم أو ما يسمى بالاستسقاء بالأنواع. تنبه، مسألة تعلم النجوم كما سلف أن يستدل بالنجوم على أي حدث يقع في الأرض، أما الاستسقاء بالنجوم فهو ما يتعلق بهطول المطر، إذا ربط هطول المطر بهذه النجوم. إذن الاستسقاء بالأنواء أخص مما سبق من علم التأثير الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه شعبة من السحر، زاد الإنسان منها ما زاد.